شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم يا أطفال، كم فرحانين لكم هنا. عمو يزيد تاني وفرحان اللي استقبلكم اليوم، وانتم يا أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تجوا تحضروا معنا كيما هاد الأصدقاء وتفرحوا وإحنا تاني نفرحوا كي تجوا لعندنا، ما عليكم إلا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. شفتوا لما عمو يزيد يكلمكم في التليفون ولا كيتصل بكم، شفتوا شحال تفرحوا؟ إذا الأطفال تاني راح يشاركوا معنا، راح يفرحوا باش يحضروا معنا تاني. في كل مرة نبدأ الحصة نتاعنا بأيام دولية وعالمية مهمة. في هذه الفترة هذه كاين اليوم العالمي للمرأة اللي هو يصادف 8 مارس، موش بعيد علينا. من هي المرأة؟ من هي المرأة في المجتمع تاعنا؟ شكون هي المرأة مثلا؟ واسمك بنتي؟ سيرين؟ من هي المرأة في حياتك انت؟ ماما. ماما الأم، برافو برافو برافو. شكون واسمك وليدي؟ عبد المؤمن ببتا. من هي المرأة في حياتك؟ ماما. ماما تاني. وانت بنتي واسمك؟ ريهام. من هي المرأة؟ الأم. الأم كذلك. واسمك بنتي؟ فرح. فرح. من هي المرأة؟ جدة. الجدة، برافو 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 برافو. واسمك بنتي؟ لميس. من هي المرأة في حياتك؟ الأم. الأم تاني، برافو برافو. الأم عنصر مهم في حياتنا. واسمك بنتي؟ ملك. ملك. من هي المرأة؟ الأم. الأم كذلك، برافو. واسمك بنتي؟ ليليا. من هي الأم؟ معليش. من هي المرأة؟ أمي. الأم كذلك، خلاص تحبوا قاع الأم. معليش، المرأة هي الأستاذة. بيان سور بيان سور بيان سور، بالطبع ولدي الأستاذة. العمة شكون؟ العمة. الخالة. الخالة. الخالة الأستاذة، الأخت، الصديقة. يعني المرأة في المجتمع تاعنا عندها دور مهم جدا. الزوجة. الزوجة، برافو وليدي برافو. الزوجة. الزوجة. تتحب أمي وجدتي برك، والأخرين أختي وجارتي وخالتي عم أبكون يسمعوك ما يحبوش. إذن يا أطفال، المرأة مهمة مهمة جدا جدا في حياتنا، ونحبوها ونقدسوها. لذا نتوقفوا يوم 8 مارس باش نديروا حوصلة ونقولوا للمرأة الجزائرية والعالمية عيد سعيد، ونحبوك نحبوك نحبوك. وعمو يزيد دلكم مفاجأة راح تشوفوها من بعد. تحبوا الألغاز؟ نعم. إذن لغز اليوم يقول، لغز اليوم يقول: كنت غدا وسأكون البارحة، من أنا؟ أعيد اللغز: كنت غدا وسأكون البارحة، من أنا؟ الأصدقاء اللي رام يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون ممكن أنهم يشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر الانترنت من خلال موقعنا عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية يا أطفال. بما أننا في اليوم العالمي للمرأة، واش رايكم نروحوا نكتشفوا شخصية مرموقة في الكفاح الجزائري، جميلة بوعزة. راح تعرفنا بها ياسمين. تصفيق على ياسمين. تفضلي ياسمين. تصفيق على ياسمين. تفضلي تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم نحكي لكم عن حياة الشهيدة جميلة بوعزة. جميلة بوعزة مجاهدة جزائرية من أهم عناصر الثورة الجزائرية.
أشعلت نار الحرب رفقة حسيبة بن بولي، جميلة بو حيرد وجميلة بو باشا. ولدت في 1937، كانت تدرس بالجزائر العاصمة، ثم عند اندلاع الثورة الجزائرية انضمت إلى صفوف جبهة التحرير الوطني. كانت محاربة في الميدان، وكانت بارعة في زرع القنابل، وهي منفذة انفجار مقهى كوك هاردي بأحياء الجزائر العاصمة. وكانت من فريق يضم ياسف سعدي والعربي بن مهيدي، وكانت في قسم المظاهرات أيضا. كانت مهمتها رسم الخطط وتنفيذها برفقة زهرة ذريف بيطات وحسيبة بن بوعلي ومليكة قايد وغيرهم. نتيجة لبطولتها أصبحت المطاردة رقم 2. تم القبض عليها من الجيش الفرنسي، وهي آخر مناضلة قبض عليها. أصيبت باضطراب نفسي حاد، فنقلت إلى السجن بدون أي محاولة تنطيق، وأطلقت حرة عام 1962. كرمت في مصر بعد لقاء الرئيس المصري جمال عبد الناصر. توفيت بالعاصمة صباح 12 جوان 2015. شكرا 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 ياسمين، برافو 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 برافو. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وكذلك المجاهدين اللي جهدوا على الجزائر، اللي بفضلهم بفضل التضحيات نتاعهم الجزائر اليوم حرة مستقلة. يا أخي أطفال، بما أننا في اليوم العالمي في هذه الفترة، فترة اليوم العالمي للمرأة، عمو يزيد دلكم أغنية عن المرأة. إذن كامل تغنوا معايا يا بنت حواء. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والرضا، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي
يحميكي وطفل وعامل أنت بخير مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان ورسالة لها أتيت من الرب المنان أنت الراحة والهنا أنت الحب والعطاء نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء برافو 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 إذن نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء المرأة كل عام وأنت بخير كل عام وأنت متألقة كل عام وأنت أمي أختي صديقتي خالتي عمتي جدتي ابنتي يا أخي المرأة عضو مهم في مجتمعنا ونحبهم كامل حبهم يا أخي إذن تحبوا ألعاب الخفة؟ لا يلا نروح مع أم محمد لجانب مدينة الأغوات بألعاب الخفة تصفيق على أم محمد إذن تصفيق على أم محمد تصفيق تصفيق تحبوا الحكاية يا أطفال؟ نعم. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية حنان الأم يلا معايا يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية حنان الأم واحد النهار كان واحد الرجل عنده أصدقاء بزاف هذوك الأصدقاء دائما يجوا لعنده للدار يحوسوا عليه وكامل هو كان غني كان مرتاح كان لاباس به وهذوك الأصدقاء يحوسوا غير على صلاحهم دائما كيجوا سلفنا دراهم عطينا الطوموبيل أي حاجة أنا محتاج هذه أنا محتاج يماه خافت على ولدها اللي مات قالت له يا ولدي هادو أصدقاء السوء هادو راهم يحوسوا على صلاحهم قالها لا 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 يما هادو صحابي أنا نعرفهم وكامل ويما حبت له الخير يا ولدي رد بالك يا ولدي بالك وهو هكذاك يعطي لهم اللي يحتاج طوموبيل يعطي له اللي يحتاج دراهم يعطي له يساعد الناس وكامل ولكن يحوسوا غير على صلاحهم هادوك الأصدقاء واحد النهار صرا لهم مشكل هو ويماه فقروا دراهمهم خلاصوا فقروا ما ولاش عندهم دراهم الأصدقاء تاعو ولا واحد فيهم ظهر ما يسألوا عليه
ميحوسوا عليه والو. قعد مخلوع هكذا قال لها يا يما بصح ايه. قالت له يا وليدي انا اللي نعرف، انا اللي نحب لك الصلاح، وانا اللي وصيتك داك النهار قلت لك هادو اصدقاء سوء رد بالك منهم. عمو يزيد، عمو يزيد، استخلصوا من الحكاية تاع اليوم ان حنان وحب الام لا حدود له. بالضبط بالضبط، برافو بوبي. تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة على بوبي. يا اطفال الام حنانها ما عندوش حدود. الام لما تعطيك نصيحة تقول لك يا وليدي بعد على هذا ولا رد بالك من هذا، لازم ناخذ نصيحة الام بعين الاعتبار، لان الام تحب لنا دائما دائما صلاحنا. يا اخي اطفال يلا معايا. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن لازم دائما نأخذ الرأي للأمنا لأنها تحبنا دائما صلاحنا. يا أخي بما أننا في هذه الفترة اليوم العالمي للمرأة نقول عيد المرأة، نقول لأمنا عيد سعيد لكل أمهاتنا. يا أطفال لحقنا الواحد ركن نحبه بزاف هو ركن بريد عمو يزيد، وين الأطفال يرسلوا عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. بوبي شوفي لا عندنا رسائل تاع الأطفال نقراوهم لهنا أصدقائنا. كاين؟ هايلين هايلين، نحب نقرا الرسائل اللي بعتوهم لي الأطفال. إذا تحبون نقرا لكم رسائل تاع الأطفال أصدقائنا؟ الرسالة الأولى بن سايح فاطمة 10 سنوات من مدينة مستغانم، تحياتنا لكل سكان ولاية مستغانم. قلت لكم أنا أحب عمو يزيد. فاطمة بن سايح عمو يزيد تاني يحبك ويموت عليك. الرسالة الثانية أقلوشي سلمى 8 سنوات من مدينة قرايا ولاية تيبازا، أحبها على الحصة راهي تتكلم، أحبها لأنها حصة ترفيهية وتثقيفية. سلمى شكرا بنتي، تحياتنا لكل سكان مدينة قرايا ولاية تيبازا. الرسالة الموالية من عند مزوار مريم 9 سنوات مدينة مغنية ولاية تلمسان الحدود، من الحدود الغربية للجزائر. إذن كل سكان مغنية ولاية تلمسان سلمنا لكم. مزوار مريم 9 سنوات قالت لكم أنا شخصيا أحببت هذه الحصة وأتمنى أن أحضرها معكم في البلاتو. إذن مريم مزوار مرحبا بك في أي وقت، ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الانترنت. الرسالة الموالية بن إبراهيم رشيد 12 سنة من مدينة أقلي من ولاية بشار الجنوب الغربي للجزائر، تحياتنا لكل سكان ولاية بشار. قال لكم أحبكم وأنتظر دائما الحصة. يا رشيد بن إبراهيم 12 سنة من أقلي بشار، حنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. إذن سلامنا لكم. الرسالة الموالية معند مرسالي عبد الرحمن 9 سنوات من مدينة وهران الباهية، تحياتنا لكل سكان مدينة وهران. قال لكم أحب المشاركة معكم. مرسالي عبد الرحمن حتما سوف تشارك معنا، سجل عبر موقع الانترنت. عمو يزيد يحب هذه الرسائل هذه، إذن رسلونا عبر موقع الانترنت وراح نقرأ الرسائل تاعكم هنايا، نحتفظ بهذه الرسائل الجميلة الجميلة. ودركا شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي نكتة جميلة. تعالي بنتي أرواحي، قعدي بنتي. واسمك؟ ملاك. وين تسكني ملاك؟ ولاية بازا بلدية الداموس. الله يبارك، تحيات تحياتنا لكل أطفال وسكان بلدية الداموس وولاية بازا. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الخطرة واحد طفل راح عندي كان في المدرسة، ولا قال لي امه قالها واحد السؤال، طرح علينا الشيخ واحد السؤال، انا الوحيد اللي جاوبت عليه. سقسته امه قالت له وش هو السؤال، قالها قالنا شكون اللي ما جاوبش على التمرين، قالها غير انا اللي ما جاوبش على التمرين. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده؟ تعال وليدي تعال تعال، معليش هو بصح روح استنى اقعد هنا. تعال وليدي اقعد هنا، وليدي اقعد هنا، معليش عيط له ليه ومن بعد جوز موراه. واسمك وليدي؟ غيلاس. وين تسكن غيلاس؟ دار البيضاء. في الدار البيضاء، الله يبارك. قلنا نكته تاعك وليدي. قال اختار زوج تروحوا للبحر. ايه اخويا يوم واحد عام واحد عامل.
واحد عام واحد وشن؟ عامين. برافو. تعال تعال وليدي اقعد هنا اقعد. واسمك وليدي؟ كيني عبد الرحمن. عبد الرحمن. قلنا وين تكون عبد الرحمن؟ فلوساندي. فلوساندي الله يبارك. حسين داي تحياتنا تحياتنا. احكي لي النكتة تاعك وليدي. اللي حمنا نقرا سورة الفاتحة. اقرا لنا الفاتحة بيان سور وليدي. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صدق الله صدق الله العظيم. شكرا شكرا وليدي. شكرا 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 وليدي. شكرا شكرا شكرا. الحقنا دركا يا اطفال للجواب عن اللغز. كنت غدا ساكون البارحه من انا؟ شكون اللي صاب الجواب؟ تعال اروح وليدي تعال. وش هو الجواب؟ مضارع. مضارع. لا لا. كنت غدا وسأكون البارحة من أنا؟ كنت غدا. يقدر يسموني غدا ويقدر يسموني البارح. كنت غدا وسأكون البارحة. كاين جوج يقولوا البارحة ومازال ما كنتش غدوة. سبتوها؟ تعالي بنتي تعالي. روح روح ترسم وليدي. روح روح ترسم. واسمك بنتي؟ ليليا. وين تسكني ليليا؟ في عين النعجة. في عين النعجة. وش هو الجواب؟ اليوم. اليوم اليوم سيكون اليوم كان غدا. يا أخي نقول غدوة غدوة بس حكي الحق. اليوم اسمه كان واسمه غدا ومن بعد كي يجوز نقوله البارح. فهمتوا؟ برافو برافو. أعطيني الهدية تاعها. روحي بنتي روحي. روحي ترسمي بنتي. روحي ترسمي. روح ترسم ثاني. روح تحبوا الرسم روحوا ترسموا. إذن بنتي حنا الشاطرين نعطوهم هدايا اللي يجاوبوا على اللغز. عمو يزيد يعطيك هذا الكوب هذا إن شاء الله تستفادي به ويهديك كذلك ثلاثة تاع السيدي لعمو يزيد من حق الطفولة معلمي. ومبروك النجاح عليكم إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. مبروك عليك مبروك عليك. إذن الجواب كان اليوم. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الوهاب 8 سنوات. تعال عبد الوهاب عمو يزيد يغني له أغنية عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك وقل لك عيد ميلاد سعيد. من حبيبك نتمنى صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو ويبركولو واجمل هدايا يهدولو هيا نصلي
نغنيله واجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد يلا طفينا الشمعة برافو برافو أروحوا منا أروحوا منا أولادي هلا تعالوا منا باش تبانوا برافو برافو إذن مبروك عليك ولدي كل عام وانت بخير أعطيني الشهادة تاعو عمو يزيد يهدي لك هذه الشهادة شهادة شرفية لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل هذا وانتم تاني غير تخرجوا منه كامل كل واحد يأخذ شهادة باسمه تعتنوا بها وتأخذوها كهدية وذكرى لتصويركم حصة مع عمو يزيد يا أخي داكور كل واحد راح يأخذ شهادة نتاعو إذن ولدي بما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي صندوق بريد 42 ألف سطولي العاصمة راعي البرنامج رامي يهديك هذه الهدية هذه الدراجة هذه إن شاء الله تستفاد بها مبروك عليك ولدي وأنا مبقى لي إلى نقول لكم بقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد. Oh,